water. And we are Palestinian. We can live in hard places. We can face problems. Yes or not? Yes. Yes or not? Yes. بالتحديد المناطق الرئيسية لزراعة الزيتون بفلسطين تنتشر في المناطق الجبلية بفلسطين وبالتحديد في السلسلة الجبلية الوسطى في وسط فلسطين. فيك أكثر، ممكن تخبرينا بس عن زيت الزيتون وموسم زيت الزيتون؟ جديدة هي اسمها دبس الزيتون. هاي جديدة هاي. معلش تحكي لنا عنها يا خالتو، تحكي لنا عنها أكثر. دبس الزيتون بصراحة أول مرة بسمع فيها. أول مرة بنسمع فيها كلياتنا اللي هون موجودين. دبس الزيتون؟ هاي دبس الزيتون أول شيء بتخلل الزيتون، بتخلل. طبعاً طيب. بعد في معجنات جابوها من إيطاليا، جابوها في جمعيات إرسائية تجيب المعجنات وبطحنوا هذا الزيتون، بطحنوه على العجنات حتى يحطوا له الزيتون، وبعطوه مرتبنات صغيرة زي الكريمات. وبصدروها على الخارج، هون يعني المرتبان الصغير في حوالي يعني 200 300 جرام بسواء